ميدان سباق الهجنة العربية الأصيلة بمنطقة المرموم في إمارة دبي، ونحيي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، والذي أنار هذه البقعة من إمارة دبي، بقعة تحفة ميادين السباق، لمتابعة سن اللقايا لأصحاب السمو الشيوخ من الهجنة العربية الأصيلة. أشواطنا هي عبارة عن 18 شوطا خاصة بهذا السن، سن اللقايا مشاهدين الكرام لأصحاب السمو الشيوخ مع نخبة من المضمرين العمالقة الذين عدوا العدة للقاء الأخير ما قبل ختام التحفة بأخفاف هذه الهجن على أرضية 5 كيلومترات. نرحب بولي عهد دبي حفظه الله، نجم النجوم، بطل البطولات وداعمها في كل مكان وزمان. يسرنا أيضا أن نرحب بسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل هيان الذي جاء لمتابعة وللمشاركة في الانطلاق لسن اللقاية في هذه الأمسية. نرحب أيضا بسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حفظهم الله جميعا. نرحب بكم عبر الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسنج، ومن هذا الموقع نرحب بالحاضرين بالسادة والسيدات المشاهدين في كل مكان. شوطنا الأول الذي انطلق مشاهدين الأعزاء، شوطنا الذي انطلق للإبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ أول أشواط هذه الأمسية، ونرى في مقدمة هذا الشوط جبارة من هجن العاصفة المضمر سيد غياث الهلالي. هذا الحضور الدائم لهجن العاصفة في مشاركاتها وانطلاقاتها على أرض ميدان سباق الهجن في المرموم، استعدادا لمواجهات القمة في ختاميات الخليج هذا العام. في المركز الثاني تأتي النصيبة لهجن العاصفة، وهجن العاصفة في طبيعة الحال مملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله، وتأتي هجن العاصفة بالنصيبة في المركز الثاني ويقودها غياث الهلالي. بينما في المركز الثالث يأتي دور المركز الثالث زمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بن عرط الحميد في التضمير، مغثة قادمة من هجن العاصفة. يا سلام يا سلام مغثة، وتليها أيضا الشاهينية للعاصفة وهجنها بقيادة غياث الهلالي. في المركزين الرابع والخامس ننتقل مباشرة إلى المركز السادس لنرى هناك صدى لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان مع صادق فضل الأمين، وتليها في المركز السابع مهمة لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيفان هيان المضمر الصادق بن فضل الأمين. الله، شعار الشحانية قادمة، شحانية وهجنها القادمة من دولة قطر الشقيقة المرحب فيها دائما في هذا البلاد وهذه الأرضية. الشحانية تقدم في هذه المرة مريف لهجنها جابر بن سالم بن فاران المري في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثامن، ثامن المراكز، ونرى في المركز الثامن راقية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد زويدي. في المركز التاسع معاني يا معاني لهجن العاصفة العملاقة المضمر سيد غياث الهلالي. وفي المركز العاشر والأخير في ندائنا الأول نرى الشايدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سيد سهيل بن مبارك بن مرخان. يا سلام، هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء في اول انطلاق ميدان المرموم. يا جماعه حزين اليوم على موادعه اخفاف اللقايه، متى بيلتقي بها؟ في الختام، في الختام، في الختام، حيث الكؤوس هناك، كؤوس هذا السن، حيث كاس الشيخ مكتوم بن راشد طيب الله ثراه، ومواجهه اقطاب المنافسه وشعارات اصحاب السمو الشيوخ المتواجده الداعمه لهذه الرياضه العربية الأصيلة. عودة إلى مقدمة شوط، وظيفتنا اللي تلعب على المقدمة، على المقدمة وعلى الصدارة. مريفة 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 لهجن الشحانية، هجن الشحانية التي ولدت الكثير من السبق والأساطير. 2 كيلومتر على خط النهاية، مريفة يقودها جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن غياث الهلال قادم. يا جابر، غياث الهلال قادم.
بمغثة، وأيضا قادم بجبارة لهجن العاصفة في ثاني وثالث المراكز. هناك الصادق فضل الأمين يتحرك مع صدى لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، خذت المركز الرابع المضمر الصادق، وفي المركز الخامس العاصفة تأتي بالشاهينية ومضمرها غياث، سادسا تأتي العاصفة يا سلام مع غياث الهلالي والنصيبة، ومعاني في المركز السابع، معاني من هجن العاصفة يا سلام. المركز الثامن، المركز الثامن يا ابو راشد، يا سعيد يا ابو راشد يا العويسي، ثامن المراكز لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان، مهمة المضمر سيد صادق فضل الأمين، والتاسعة لزمايم أو زمة زمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمر أمسري بن سالم بن عرت الحميري. المركز العاشر وراقية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، انضمر سيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. اخر منعطف 1200 على خط النهايه مع شعار الشحانيه وهجنها العملاقه والعاصفه ومؤسستها الكبيره يا سلام، وهجن سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان، معركه طاحنه ننتظرها يترقبها الجماهير. تحركت العاصفه، تحركت تحركت مع الكيلو متر الاخير. الله يا مغثه مغثة، ولكن مريفة يا مريفة، مريفة 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 من هجن الشحانية، مغثة 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 مغثة، الله يا مغثة، الله يا مغثة يا جماعة، ما تغث هذه، أتآنس تسعد جماهير هجن العاصفة، مغثة مغثة مغثة. واحدة من أسماء هجن العاصفة الشهيرة، واحدة من أساطيرها، من نجومها، من عمالقتها في شوط المحليات. العاصفة حاضرة في مغثة، موجودة، ولكن الشحانية ومريفة، مريفة هجن الشحانية خطيرة 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 خطيرة، هجن الشحانية اللي ولدت الكثير من السبك، خود رموز وايد وايد ارتياد الجزيرة. الله جابر بن سالم بن فارس المري ينطلق مع مريفة، ينطلق في الشوط الأول يهدي لجماهير هذا الشعار، جماهير هجن الشحانية الغفيرة في كل مكان في الخليج خاصة. تأتي مريفة مشاهدين الأعزاء لتعلن الفوز رسميا بالمركز الأول، تهانينا لمالكها سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. يا سلام يا سلام، مريفة مريفة، وهنا أيضا مغثة، لكن مريفة مريفة هجن الشحانية تسيطر على المقدمة، بينما تأتي هجن العاصفة من خلال مغثة في المركز الثاني، وفي المركز الثالث صدى لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان. المركز الرابع لهجن العاصفة اللي هي معاني، والخامسة الشاهنية من هجن العاصفة. يا سلام يا سلام، بدأ ظهور أقطاب المنافسة في هذا اليوم وهذه الأمسية الجميلة. يا سلام يا سلام، هذه لحظات عندما فازت مريفة من هجن الشحانية بالمركز الأول، واصلت واصلت وخذت المقدمة وقطعت الخمسة كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 7 دقائق 30 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية من دولة قطر الشقيقة، وللمضمر سيد جابر بن سالم بن فاران المري، واحد من الشباب المزعجين هنا ما شاء الله تبارك الله، نتمنى له التوفيق. المركز الثاني، تأتي هجن العاصفة ومغثة، مغثة وتوقيتها 7 دقائق 30 ثانية، جزء واحد من الثانية. هجن العاصفة طبعا المالك لهذا الشعار، امبراطورية كبيرة، ويقودها غياث الهلالي، بينما المركز الثالث اللي وصل الثالث المراكز ايضا من هجن العاصفة اظني، ولا لسمو الشيخ محمد، سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان اللي هي صدى المضم الصادق فضل الأمين 7:34.5 توقيته الخمسة كيلومترات. ينتهي مشاهدينا الكرام شوطنا الأول.